بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد بقراءة كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للحافظ الفقيه تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وكنا قد شرعنا في اللقاءين السابقين في قراءة باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وبدأنا أو بدأ الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى بهذا الباب بالحديث المشهور المعروف الذي يذكره أهل الفقه وأهل الأصول اختصارا بحديث المسيء صلاته، والحديث نصه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الرواية أن النبي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، لكن الحافظ عبد الغني المقدسي اعتمد على نسخة ليس فيها ذلك. ثم جاء الرجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه الصلاة والسلام عليه السلام، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. وكنا قد بلغ بنا الشرح، أي شرح الشيخ تقي الدين، إلى الوجه الخامس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقال يدل على وجوب القراءة في الصلاة، ويستدل به من يرى أن الفاتحة غير معينة. وقلنا أن هذا مذهب الحنفية، يرون أن الفاتحة غير متعينة لهذا الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ووجه الاستدلال ظاهر من هذا الحديث، فإنه إذا تيسر غير الفاتحة وقرأه فقارئه يكون ممتثلا فيخرج عن العهدة. آية، سورة، ما تيسر من القرآن يبدأ من الفاتحة حتى سورة الناس، فإذا قرأ فنقول قد قرأ ما تيسر من القرآن. والذين عينوا الفاتحة للوجوب وهم الفقهاء الأربعة، أي أبا حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، إلا أن أبا حنيفة منهم على ما نقل عنه جعلها واجبة وليست بفرض على أصله في الفرق بين الفرض والواجب. واختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث، وذكر فيه طرق. وكنا قد ذكرنا أن في كلام الشيخ هنا تسامح، فإن التفريق بين الفرض والواجب أيضا معروف عند الحنابلة وعند الشافعية في بعض الأبواب، ومنه باب الصلاة، فإنهم فما كان من أركان الصلاة يسمونه فرضا، وما كان دون ذلك ويجبر بسجود السهو يسمونه واجبا. وأبو حنيفة على ما نقل عنه وهو الصحيح أيضا أنه يرى أن الصلاة واجبة، ويفرق في الجملة بين الفرض والواجب، فالفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي يسمى فرضا عنده، وما ثبت بدليل ظني
يسمى واجبا، والحديث هذا الذي نحن بصدده وأمثاله مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في قراءة الفاتحة، في قراءة الفاتحة ثبت بطريق الآحاد، فهو حديث ظني بهذا الاعتبار، فهو حديث ظني بهذا الاعتبار، لذلك يرى أن قراءة الفاتحة ها هنا واجبة وليست بفرض. والمقصود بالواجب لا بمعنى أنه يجوز تركها مطلقا، لكن بمعنى أنه إذا تركها أثم وتصح صلاته، وإذا تركها سهوا جبرها بسجود السهو، جبرها بسجود السهو. لكن جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى فإنهم يرون أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، بدون قراءة الفاتحة. لذلك احتاج من نصر مذهب الحنفية إلى أن يجيبوا عن هذا الحديث، إلى الجواب عن هذا الحديث، وذكر في أجوبتهم طرق. قال: الطريق الأول أن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مثلا، مفسرا للمجمل الذي في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو حديث أيضا في الصحيحين، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في قادم الكتاب. فجعلوه مفسرا للمجمل في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فالمقصود ما تيسر أي الفاتحة. وتعقب الشيخ هذا الاستدلال فقال: ماذا تريدون بالمجمل؟ قال: إن أريد بالمجمل ما يريده الأصوليون فليس كذلك، فإن المجمل عند الأصوليين ما لا يتضح المراد منه. وإذا رجعت إلى كتب الأصول تجد أن المجمل الذي لا يتبين فيه المراد، الذي لا يتبين فيه المراد. فإذا قالوا قوله صلى الله عليه وسلم: فاقرأ ما تيسر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هو من قبيل المجمل، ثم جاء قوله صلى الله عليه وسلم الآخر: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، كالمبين له، هذا غير مسلم. وبين وجه كونه غير مسلم، وهو فقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، متضح واضح أن المراد يقع امتثاله بفعل كل ما تيسر، حتى لو لم يرد، حتى لو لم يرد قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر. فإذا قولهم إذا أرادوا به ما لا يتضح المراد، فقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، واضح واضح المراد منه، وهو أي شيء يتيسر معك في هذا القرآن من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس، حتى لو لم يرد الحديث الآخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإنه أيضا يبقى متضحا وواضحا المراد منه. هذا إذا أراد به المجمل الذي يريده الأصوليون. وثم توجيه أو تفسير للمجمل عند بعض أهل العلم، وهو أنهم يريدون به المطلق، المطلق بمعنى الذي لا يتعين فرد منه. فقال: وإن أريد بكونه مجمل أنه لا يتعين فرد من الأفراد، فهذا لا يمنع من الاكتفاء، بل كل فرد ينطلق عليه ذلك الاسم كما في سائر المطلقات. وبعض العلماء هو من قبيل التجوز، يعني من قبيل المجاز، يطلقون المجمل على المطلق كقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فبقرة هنا مطلقة، فبقرة ها هنا مطلقة، أي بقرة؟ هذه البقرة أو هذه البقرة أو هذه البقرة، لا يتعين فرد من أفرادها.
فسموه من هذا القبيل أو من هذا الباب ما سموه مجملا من قبيل المجاز، لكنه في الحقيقة ليس بمجمل، لأنك لو أخذت أي بقرة، لو أخذ بنو إسرائيل أي بقرة لخرجوا عن العهدة، هذه البقرة أو هذه البقرة أو هذه البقرة لخرجوا عن العهدة، فقال لذلك قال فهذا لا يمنع من الاكتفاء من بل كل فرد ينطلق عليه ذلك الاسم كما في سائر المطلقات. فهو إذا قلنا أنه من قبيل المجاز وسلمنا بذلك، لكن الحقيقة مرادة معروفة، المطلق كأن يقول اعطي طالبا جائزة، أحمد، صالح، عبد الله، أي طالب، بمعنى طالب واحد. فلذلك لا يقع المأمور ها هنا في حيرة، إذا جئت لمدرس الفصل قلت هذه جائزة أعطها للمجتهد، والفصل كله مجتهد، صالح وأحمد وعبد الله وأحمد كلهم، فإذا أعطاه لواحد منهم خرج عن العهدة. فلذلك ها هنا المجمل يقال أنه من قبيل المجاز لا من قبيل الحقيقة. الجواب الثاني عن هذا الحديث أن يجعل قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك مطلقا يقيد أو عاما يخصص بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث يمكن حمله على أنه من قبيل العام أو من قبيل المطلق. فإذا قلنا ما ها هنا موصولة، فالماء الموصولة معروف عند أهل الأصول أنها للعموم، اقرأ الذي تيسر معك. وإن أريد بما ها هنا شيئا، اقرأ شيئا مما يتيسر من القرآن، فهو من قبيل المطلق. فهؤلاء أرادوا أن يحملوا الحديث، قالوا اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إما أن يكون مطلقا فيقيد بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو عاما يخصص بنفس الحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قال وهذا يرد عليه أن يقال لا نسلم أنه مطلق من كل وجه، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قال هذا لا يتصور أن يكون مطلقا وأن يحمل هذا على أنه مطلق فيقيد بالحديث. قال بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخير في قراءة كل فرد من أفراد المتيسرات، وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين، فإن هذا الحديث مقيد وكأنه معين. فقوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن هو مقيد بقيد التيسير، والتيسير بمعنى أنه أرجعه إلى المكلف أن يختار من المتيسرات ما شاء، فكأنه عينه تعيينا. لذلك الحنفية يقولون في هذا الموضع هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا خاص، اقرأ ما تيسر كأنه خصصه بما يتيسر من القرآن، فليس فيه من الإجمال شيء. والذي يناقض الإجمال والعموم مطلقا هو التخصيص، هو الخصوص، لأنه من أقوى الدلالات. فيقول هذا الحديث خاص، قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معه هو خاص. ثم بين ما هو المطلق وأورده في هذا السياق على وجه حسن، بينه أحسن المراد، أحسن على أحسن ما يكون، فقال وإنما نظير المطلق الذي لا ينافي التعيين، لأن قسيم المطلق المقيد أو المعين، أقول هذا مطلق وهذا مقيد معين. قال
مثال المطلق الذي لا ينافي التعيين أن يقول اقرأ قرآنا ثم يقول اقرأ فاتحة الكتاب، فإنه يحمل حينئذ على المقيد. اقرأ قرآنا ثم يقول اقرأ فاتحة الكتاب، فهنا يصح أن يقال أننا نحمل المطلق على المقيد. والمثال الذي يوضح ذلك أنه لو قال لغلامه اشتري لي لحما، وهانونا لحما هي نكرة في سياق الإثبات فهي مطلقة، النكرة في سياق الإثبات هي الإطلاق. إذا قال اشتري لي لحما ثم قال له ولا تشتري إلا لحم الضأن إلا لحم الضأن، لم يتعارض، لا يكون ذلك تعارضا، لا يكون ذلك تعارضا، لأننا نحمل المطلق هنا على المقيد. اشتري لي لحما لكن لا تشتري إلا لحم الضأن، فحينئذ يقال قيد هذا المطلق بهذا القيد. لكن لو قال اشتري لي أي لحم شئت ثم أضاف الاختيار لمن طلب منه الشراء ثم قال ولا تشتري إلا لحم الضأن في وقت واحد، لتعارض، لأنه لما خيره قال اشتري لي ما شئت من أي لحم شئت ثم قال ولا تشتري في نفس الوقت، لأنه لو جاء بعد فترة لعد من قبيل النسخ، لعد من قبيل النسخ. لذلك تستدرك المصنف قال في وقت واحد، قال اشتري لي أي لحم شئت ولا تشتري إلا لحم الضأن. السامي يقول ما هذا التناقض، ما هذا التناقض والتعارض؟ لكن إذا أورده بعد ذلك فإنه يعد من قبيل النسخ، لأنه في أول الجملة أضاف الاختيار له، قال ما شئت من اللحم ثم قال لا تشتري إلا لحم الضأن، فإن هذا يكون من قبيل التعارض. قال إلا أن يكون أراد بهذه العبارة ما يريد بصيغة الاستثناء، إذا أراد به التخصيص هذا أمر آخر، يعني إذا أراد أن يخصصه حتى والله على إذا حملناه على وجه التخصيص فإنه يتعارض، لأنه أضاف المشيئة له، اشتري ما شئت، اشتري لي اللحم الذي تراه ولا تشتري إلا لحم الضأن، هذا يعد تعارضا حتى وإن كان من قبيل التخصيص. إذا أراد به التخصيص فإن التخصيص لا يأتي على هذا الوجه. بيان جاء على أحسن ما يكون رحمه الله تعالى. فإذا إذا أردت أن تحمله على أن تحمل الحديث أنه من قبيل المطلق والمقيد لا يتأتى لك ذلك. طيب العام والخاص؟ قال أما دعوى التخصيص فأبعد، لأن سياق الكلام يقتضي تيسير الأمر عليه. فإذا قلنا قوله صلى الله عليه وسلم أن الماء هنا موصولة، اقرأ الذي تيسر، اقرأ الذي تيسر معك، فنحمله على العموم، قال حمله على العموم بعيد، لأنك لو تأملت سياق الكلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ييسر على المكلفين، وأراد أن ييسر على هذا الأعرابي، فلذلك سياق الكلام ما يتأتى أن يقال ها هنا أراد به العموم، وإنما يقرب هذا إذا جعلت ما بمعنى الذي لكن أريد به الخصوص، وهو ما يسمى عام أريد به الخصوص. إذا إلا اللهم، كأنه سدره يقول إلا اللهم، إذا حملت ما ها هنا الموصولة على الخصوص على شيء معين، وأراد بها شيئا معينا، أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا معينا، فيكون من قبيل العموم الذي يراد به الخصوص. قال وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها فهي المتيسرة، يعني ربما على وجه يحمل ذلك. قال إذا حملتها على ذلك بمعنى أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا معينا وهي الفاتحة وذلك لحفظ عموم المسلمين لها،
وهي المتيسرة ربما صح هذا الحمل. الطريق الثالث أن يحمل قوله صلى الله وسلم وبارك عليه ما تيسر، اقرأ ما تيسر، على ما زاد على فاتحة الكتاب، ثم اقرأ ما تيسر، بمعنى بعد أن تقرأ فاتحة الكتاب اقرأ ما تيسر. طب هذا يحتاج إلى دليل. قال ويدل على ذلك بوجهين، أحدهما الجمع بينه وبين دلائل إيجاب الفاتحة، لأن الأدلة التي جاءت في غير هذا الحديث على وجوب الفاتحة كثيرة وقوية، ومن أصح الأسانيد عنه صلى الله عليه وسلم، فيقال في هذا الموضع الجمع بين الأدلة على هذا الوجه، فنحمل ما تيسر على ما زاد على الفاتحة جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. والثاني وهو الصواب إن شاء الله تعالى، قال ما ورد في بعض رواية أبي داود وكذلك عند الإمام أحمد وابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ. وهذه الرواية إن صحت تزيل الإشكال بالكلية، وهذا صحيح، لذلك كان من شرط الشيخ في أول كلام قال اجمع طرق الحديث كلها، اجمع طرق الحديث كلها، فإذا جمعتها بعد ذلك ابحث وانظر وقارن، شوف ما جاء من أحاديث أخر فزد عليه، واحمل هذا على الوجوب واحمل هذا على الندب. لكن ما ورد في رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم ثم قال للأعرابي ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ، والحديث سكت عنه أبو داود، ومن عادة أبي داود رحمه الله تعالى أن ما سكت عنه فهو صحيح عنده، ونقله الحافظ ابن حجر كذلك وسكت عنه. والغالب أن ابن حجر إذا ذكر الحديث ولم يتعقبه فإنه يكون أقل أحواله أن يكون حسنا، أن يكون من قبيل الحسن، فلذلك إذا أخذنا بهذا الحديث زال الإشكال بالكلية، وهذا صحيح، بمعنى ورد في طرق الحديث وصو الحديث، وهذه الزيادة الصحيحة إن شاء الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله لك أن تقرأ، فارتفع الإشكال لما قررناه من أنه يؤخذ بالزائد إذا جمع الطرق الحديث، لكن نبت إشكال ها هنا. قال ويلزم من هذه الطريقة إخراج صيغة الأمر عن ظاهرها عند من لا يرى وجوب زائد عن الفاتحة وهم الأكثرون، أي صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ بأم القرآن واقرأ بما شاء الله لك أن تقرأ أو بما تيسر. فالجمهور يقولون الفاتحة هي الواجب والفرض، وما زاد عن الفاتحة فهو مسنون وليس بواجب، والمقام يقتضي إجراؤهما على وجه واحد، لأن الأمر واحد، الأمر بقراءة الفاتحة والأمر بقراءة ما تيسر من القرآن، ما تيسر بعد الفاتحة من السور. وهذا لذلك الصنعاني في هذا الموضع يقول والجمهور لا جواب لهم عنده، لا جواب لهم، لأن الوجوب ينبغي أن يجري في قراءة الفاتحة وما زاد عن الفاتحة. ولعل يعني للجمهور الموانع أو صوارف أو قرائن ربما حملتهم على عدم القول بوجوب، ولم أقف عليها حقيقة، يعني حملتهم على القول بعدم وجوب ما زاد على الفاتحة. الوجه السادس
قوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا أيضا يدل على وجوب الركوع، واستدلوا به على وجوب الطمأنينة وهو كذلك دال عليها. ثم اركع أمر على وجوب الركوع، حتى تطمئن راكعا أيضا الأمر بالاطمئنان في الركوع. فالدليل فالحديث واضح دلالته على وجوب الركوع وجوب الطمأنينة، لكن خشي المصنف أن يأتي أحد فيخرج هذا الحديث وهذه المسألة، وهي مسألة الاطمئنان في الركوع والسجود وغيرها، على القاعدة الأصولية المعروفة أن ما بعد الغاية هل يدخل فيما قبلها وإلى أين ينتهي؟ إذا قلت بعتك هذه الأرض من هذه الشجرة من هذه الشجرة إلى ذلك الحائط، هل يدخل الحائط في البيع أم لا؟ وهذه المسألة يبحثها أهل الأصول في موضعين من كتب الأصول، في تخصيص العموم بالغاية، تخصيص العموم بالغاية، ويبحثونها كذلك في باب المفاهيم وما يسمى بمفهوم الغاية. فقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا، رب قائل يخرجها على هذا الوجه فيقول الغاية لا تدخل في الحكم، لأن قوله حتى تطمئن إلى أن تطمئن لا يدخل في مسمى الركوع، فيخرج عن عهدة الركوع بأدنى ركوع أو سجود، لأن الغاية لا تدخل في حكم ما قبله. وهذه موضع نزاع بين أهل العلم، وبعض الأصوليين يقولون إذا كانت الغاية من جنس ما قبلها أو من جنس العموم فإنها تدخل، وإذا لم تكن من جنسها فلا تدخل. مثاله إذا قلت لك المثال السابق بعتك هذه الأرض من هذه النخلة إلى ذلك الحائط، والأرض كلها نخيل، يقولون الحائط لا يدخل لأن الحائط ليس من جنس المبيع، ليس من جنس النخل. لكن إذا قلت بعتك هذه الأرض من هذه النخلة إلى تلك النخلة الطويلة هناك، فإن النخلة أن تلك النخلة لما كانت من جنس المبيع دخلت. لكن ها هنا نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن هذا الأصل أو هذه القاعدة لا تتأتى في هذا الموضع، حتى لا يأتي أحد فيخرجها على ذلك الأصل ويقول الطمأنينة لا تدخل في الحكم. فلذلك قال ولا يتخيلها هنا ما تكلم الناس فيه من أن الغاية هل تدخل في المغيى أم لا. طيب ليش لما ضعف أو أبطل المصنف رحمه الله تعالى هذا التأصيل، وجعل إخراج أو تأصيل أو إرجاع هذه المسألة إلى هذه القاعدة الأصولية لا تصح، أو ما قيل من الفرق بين أن تكون من جنس المغي أو لا؟ قال فإن الغاية هاهنا وهي الطمأنينة وصف للركوع، والوصف يتبع الموصوف ما يتخلى عنه أبدا. فقوله صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن بمعنى أن هذا وصف للركوع، ومعلوم عقلا ولغة أن الوصف يتبع الموصوف ولا يتخلى عنه، لتقييده بقوله راكع. ووصف الشيء معه حتى لو فرضنا أنه ركع ولم يطمئن بل رفع عقيب مسمى الركوع، لم يصدق عليه أنه جعل مطلق الركوع مغيى بالطمأنينة. فلذلك من أراد تأصيلها على هذه القاعدة ما يتم له، وذلك لأنها هناك الجملة الواحدة وصف وموصوف،
وصف وموصوف. الركوع موصوف والطمأنينة وصف، فلا بد أن تجريهما عقلا ولغة مجرا واحدا. فلذلك من ركع من غير أن يطمئن، من غير أن يأتي بالاطمئنان، قيل ما أتى بمسمى الركوع وترك الوصف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاطمئنان. قال الشارح رحمه الله تعالى: وجاء بعض المتأخرين فأغرب جدا، يعني أتى بغريبة، وهذا وصف يقال فلان أغرب، إما أن يكون من الغرابة أو بمعنى أنه اتجه غربا فأبعد. قال فأغرب جدا في هذا الموضع، وقال ما تقريره، وهو يعني نقل بعضهم اسمه وهو المهلب من المالكية. إن الحديث يدل على عدم وجوب الطمأنينة، قال هذا الحديث يدل على عدم وجوب الطمأنينة، من حيث إن الأعرابي صلى غير مطمئن 3 مرات، والعبادة بدون شرطها فاسدة حرام. فلو كانت الطمأنينة واجبة لكان فعل الأعرابي فاسدا، ولو كان ذلك لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم حال لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حال فعله. وإذا تقرر بهذا التقرير عدم الوجوب حمل الأمر في الطمأنينة على الندب، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي على تقدير لم تصلي صلاة كاملة. فالمهلب بن أبي صفرة وهو مالكي جاء في هذا الموضع، قال هذا الحديث، بل عندي أن هذا الحديث يدل على عدم وجوب الطمأنينة. ليش؟ قال ألم يصلي الأعرابي 3 مرات؟ قلنا بلى صحيح، صلى 3 مرات، وفي كل مرة كان يصلي صلاة فاسدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرقبه ويرى أنه لا يطمئن في سجوده، فأقره في الصلاة الأولى والثانية والثالثة، لأن المقام يستدعي منه صلى الله عليه وسلم أنه بمجرد أن يرى أنه ينقر صلاته نقرا في ركوعه لأرسل له أحد الصحابة من يقول اقطع صلاتك، أو ذهب أو أخبره إذا كان صوته صلى الله عليه وسلم يصل إليه أن يقطع صلاته، ويبين له أن صلاته فاسدة، لكنه أقر عليه المرة الأولى والثانية والثالثة. فهذا الإقرار جعله المهلب ابن أبي صفرة من المالكية قرينة على أن هذا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن على وجه الندب لا على وجه الوجوب. قال لأنه أقره على صلواته 3 الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على صلاة فاسدة. ثم قال المهلب: ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي على تقدير، وهذه مرت بنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وتقدير، وأيهما يقدر، هل يقدر الصحة أو الكمال. فها هنا وإن كان من المالكية قال لكن هذه قرينة، ها هنا إقراره صلى الله عليه وسلم، وإن كان المالكية يرون أن هذه الألفاظ ونحوها أن النفي هنا يحمل على النفي الشرعي، لكن المهلب ها هنا في هذا الموضع قال أنا أحمله ها هنا على نفي الكمال، لم تصلي صلاة كاملة، أحمله على المعنى هذا المعنى، وذلك لقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على تلك الصلوات. قال المصنف عبر عن هذا، قال وهذا غريب أغرب جدا. قال في معرض الجواب: ويمكن أن يقال إن فعل الأعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه، لأن شرطه علمه بالحكم، فلا يكون تقريره صلى الله عليه وسلم تقريرا على محرم. هذا جواب،
قال الأعرابي ما يعرف هذه الأحكام، لذلك صلاته الأولى والثانية والثالثة ما نستطيع أن نصفها بأنها محرمة، لأن من شرط التحريم أن يقول والله هذا محرم أن يكون عالما بالحكم، وهذا الأعرابي لم يكن عالما بالحكم بدليل قال والله لا أحسن غيرها فعلمني، فهو جاهل. فلذلك نقول لم يكن تقريره صلى الله عليه وسلم تقريرا على محرم، لكن هذا الجواب ضعيف استضعفه المؤلف فقال إلا أنه لا يكفي ذلك في الجواب، يعني جواب ناقص، لأن هذا الفعل إن لم يكن محرم، إن لم نصفه بأنه محرم لكنه فاسد، لأن الفساد فساد الفعل لا شأن له بالعلم والجهل. نعم الإثم مرفوع، نقول هذا الأعرابي مرفوع عنه الإثم ولا يقال أن هذا الفعل محرم عليه، لكن فعله صحيح؟ لا، ليس بصحيح، فإن فعله فاسد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على فاسد، والتقرير فتقريره وسكوته صلى الله عليه وسلم يدل على عدم فساده. وإلا لو أردنا أن نأخذ بالتوجيه الأول لما كان أصل التقرير، لأن يعني سنته صلى الله عليه لأن سنته صلى الله عليه وسلم إما أن تكون قولا أو فعلا أو تقريرا، لما كان التقرير في موضع ما يدل على الصحة، فإن تقريره إقراره صلى الله عليه وسلم يعني أحد الطرق الشرعية التي يستدل بها على صحة شيء وفساده، فاحتاج الأمر والمقام إلى جواب آخر. فقال وقد يقال إن التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقا، بل لا بد من انتفاء الموانع، ولعل هذا يذكرنا يعني بما ذكرناه سابقا وهو مسمى الدليل، أن الدليل هو الدليل إذا طابق مدلوله وانتفت الموانع، فها هنا طابق الدليل المدلول أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل كانت ثمة موانع تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الإنكار عليه أو إيقافه في المرة الأولى؟ فأورد المؤلف هذا التوجيه، قال المانع يعني الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم، قال وزيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم. فلعل التكرار هذا حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويستقر هذا الأمر في نفس هذا الأعرابي، وكذلك لتعليما للصحابة، فربما كانت المرة الأولى التي صلى فيها الأعرابي ويعرف الحكم، لكن مع العجلة يعني نسي هذه الأركان فقال صلي فإنك لم تصلي، ثم المرة الثانية فقال قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله كان مانعا منه صلى الله عليه وسلم من وجوب المبادرة إلى التعليم. ولو تأملت سياق الحديث لوجدت أن الأعرابي يعني بعد هذه الثلاث مرات قالها بنفس صادقة، قال والله لا أحسن غيرها يا رسول الله فعلمني، فلعله صلى الله عليه وسلم أراد أن يبلغ بالأعرابي هذا المبلغ حتى إذا أخذ ما يلقى إليه من في النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه بحرص وانتباه، بخلاف لو من المرة الأولى ربما، لكن مرتين ثلاثة معنى ذلك المرء يراجع نفسه، يا الله يعني أنا كنت صلواتي هذه كلها أصليها على غير صحة، فمع هذا التكرار استجمع نفس الأعرابي، فلذلك كان هذا مانعا منه صلى الله عليه وسلم أن يبادر من المرة الأولى إلى تعليمه. قال لا سيما مع عدم خوف الفوات،
وفيما يظهر أن الوقت فيه وقت. صحيح لو كان الوقت ضيق بمعنى لو كانت فريضة، هذا يعني هذا الاحتمال لو كان على فريضة، أما لو كان على نافلة فلا. لو على فريضة فربما بقي وقت على الفريضة، ولم يخش النبي صلى الله عليه وسلم أن تفوته الفريضة. قال إما بناء على ظاهر الحال، وهو أن تكون هذه الفريضة إذا كانت فريضة لم يخرج وقتها بعد، أو بوحي خاص، بمعنى أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وحي خاص أخبره بهذه الحال. قال الشارح رحمه الله تعالى: الوجه السابع قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يدل على وجوب الرفع خلافا لمن نفاه، ويدل على وجوب الاعتدال في الرفع، وهو مذهب الشافعي في الموضعين، وللمالكية خلاف فيهما، أي حتى تعتدل قائما وجوب الرفع، ووجوب الاعتدال من الرفع، فهذا واجب عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنفية كذلك، لكن المالكية لهم فيه خلاف. وقد قيل في توجيه عدم وجوب الاعتدال لأن الحديث كما ذكرنا سابقا وكما دندن عليه المصنف مرارا في سياق شرحه رحمه الله تعالى، أن هذا الحديث هو المرجع لمعرفة ما يجب وما لا يجب، فاحتاج الأمر احتاج من المالكية أن يوجهوا قوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع، وهذا أمر أن يوجهوا أو أن يحملوا على 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 عدم الوجوب. قالوا إن المقصود من الرفع الفصل، وهو يحصل بدون الاعتدال، لأنه ما يعني بعد الركوع لا يستطيع المرء مباشرة أن يسجد، فلا بد من فاصل. فقالوا لا بد من فصل بين الركوع والسجود، وهو الاعتدال. والاعتدال والقيام يحدث بأقل شيء، حتى وإن لم يقم صلبه، فقد حدث الفصل، يعني رفع جزءا يسيرا من ظهره ثم سجد. قالوا الفصل وقع، وهذا المقصود منه، وهذا المقصود من الصلاة. قال وهذا ضعيف، لأننا نسلم أن الفصل المقصود. صحيح سلمنا لكم بمقصود الصلاة، وهو الفصل بين الركوع والسجود بهذا الاعتدال، لكن الخلاف هل هو كل المقصود، ولا نسلم أنه كل المقصود، لأن صيغة الأمر دلت على أن الاعتدال مقصود مع الفصل، فلا يجوز تركها. قال صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وما قيل في السجود والاطمئنان يقالها هنا، يعني ما نخرجها على تلك القاعدة الأصولية، ما يتأتى لنا الإتيان بالقاعدة الأصولية، وهو هل المغيى يدخل في حكم الغاية، فلا مجال له ها هنا. فالاعتدال هو وصف للرفع، بمعنى إذا رفع ولم يعتدل نقول ما أتى بالأمر. فإذا قلتم الفصل قلنا نعم هو مقصود، لكنه ليس كل المقصود، فإن المقصود الرفع، وكذلك الاعتدال قائما. قال وقريب من هذا الضعف استدلال بعض من قال بعدم وجوب الطمأنينة بقوله تعالى: واركعوا واسجدوا، فلم يأمرنا بما زاد على ما يسمى ركوعا وسجودا، وهذا واهن جدا، وهذا القول الحنفية. فإن الحنفية أيضا كما قالوا في الفاتحة جاءوا في هذا الموضع فقالوا: الطمأنينة ها هنا هي للوجوب
بمعنى إذا صلى غير مطمئن أثم وصحت صلاته، وإذا ترك الاطمئنان ناسيا سجد سجدتي السهو فجبرت صلاته. واستدلوا بعموم قوله تعالى واركعوا واسجدوا، فمسمى السجود ومسمى الركوع يقع هذا الأمر بأدنى بما يسمى الركوع، إذا وضع جبهته على الأرض سمي سجودا. فالاطمئنان هذا أمر زائد. ولعلنا نستحضر القاعدة الأصولية التي كثيرا ما دندن بها الحنفية في هذا الموضوع وأيضا في الفاتحة، وربما فاتني أن أذكرها، فإن عند الحنفية أن خبر الواحد إذا جاء بزيادة على المقطوع به يعدونه من قبيل النسخ، فلذلك يقولون هذه زيادة على النص، والزيادة على النص عندنا هي من قبيل النسخ، وخبر الواحد لا ينسخ المتواتر. فقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه هذا ثابت بدليل قطعي في القرآن. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، هذا ثابت بخبر الآحاد. فإذا أوجبنا وفرضنا الفاتحة فكأننا زدنا على النص، والزيادة على النص نسخ، وها هنا هو خبر آحاد، وخبر الآحاد لا ينسخ المتواتر. وكذلك ها هنا الطمأنينة هذه زيادة على النص، النص الركوع والسجود، الطمأنينة هذه زيادة، وهذه الزيادة ثبتت بخبر الآحاد، وخبر الآحاد لا ينسخ المتواتر سواء من الكتاب أو من السنة، فلذلك لا يقولون في هذا الموضع بأن الطمأنينة فرض، وإنما يحملونها على الوجوب. قال وهذا واهٍ جدا، فإن الأمر بالركوع والسجود يخرج عنه المكلف بمسمى الركوع والسجود كما ذكر. نعم، يخرج عن المسمى إذا ركع وسجد، وليس الكلام فيه، وإنما الكلام في خروجه عن عهدة الأمر الآخر وهو الأمر بالطمأنينة، فإنه يجب امتثاله كما يجب امتثال الأول، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. كل ما قيل في الركوع من الغاية والمغية أيضا يأتي في السجود، فإن قوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فالسجود ها هنا صحيح، الأمر بالسجود يقع بأدنى امتثال، لكن هذا السجود وهذا الركوع وهذا الرفع هو موصوف، والصفة لا تتخلى عن موصوفها أبدا، لا عقلا ولا لغة، فلا بد من جريانها معا. فلذلك نقول قال المصنف كما يجب الامتثال بالركوع والرفع والسجود، كذلك لا بد من الامتثال بالاطمئنان. الوجه الثامن، طبعا لم يتعرض المصنف هذا، يعني لا يتأتى هذا الكلام، لا يتأتى على يعني على أصول الحنفية، لا يتأتى على أصول الحنفية، يعني الحنفية يقولون الاطمئنان هذا ثابت بخبر آحاد، هذا ثابت بخبر الآحاد، وما ثبت بخبر الآحاد إذا كان فيه زيادة حكم على المتواتر فإن هذه الزيادة نسخ عندنا، هي نسخ عندنا، وخبر الآحاد لا ينسخ المتواتر، فلذلك يقولون أقل أحواله أن نحمله على الوجوب، بمعنى إذا صلى ولم يطمئن في صلاة أثم لكن صحت صلاته، وإذا نسي جبرها بسجود السهو. الوجه الثامن قوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، والكلام فيه كالكلام في الركوع، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا فيما يستنبط منه. ثم أمر آخر، لأنه صلى الله عليه وسلم ما زال يكرر
الأمر بالاطمئنان. كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يكتفي في موضع وموضع، لكن ما زال صلى الله عليه وسلم يؤكد في كل ركن من هذه الأركان على أمر الاطمئنان، فكرره صلى الله عليه وسلم مرارا. والتكرار أيضا عند أهل العلم وعند الأصولين يفيد التأكيد. الوجه التاسع وهو آخره، قوله صلى الله عليه وسلم: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، إذا قلنا الأمر بالفاتحة وما تيسر فيكون الأمر في كل الركعات. وإذا ثبت أن الذي أمر به الأعرابي هو قراءة الفاتحة، دل ذلك على وجوب قراءتها في جميع الركعات الأربعة أو الثلاثة أو الاثنين، لا بد من قراءتها كلها. وهذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد. وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال، وكذلك عند الحنفية: الوجوب في كل ركعة كقول الجمهور أو كقول الشافعي وأحمد، الثاني الوجوب في الأكثر، بمعنى إذا كانت رباعية يكتفى بقراءة الفاتحة في الثلاث، والثالث الوجوب في ركعة واحدة، والثالث الوجوب في ركعة واحدة إذا قرأ الفاتحة خرج عن العهدة. وسبب الخلاف في ذلك كما أشار العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. هل المقصود بالصلاة كل أجزاء الصلاة؟ أقول صلاتك هذه إذا لم تقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي ناقصة. هل المقصود بالصلاة من حيث الجملة كلها؟ فإذا قرأت الفاتحة قرأت الفاتحة في ركعة، صح لي أن أقول صلاتي قرأت فيها الفاتحة، أو أن المقصود بالصلاة أجزاءها، الركعة الأولى هذه والركعة الثانية والركعة الثالثة والركعة الرابعة. هذا موضع النزاع، هل يعود هذا الحديث وأمثاله وما جاء فيه هل يعود إلى الصلاة كلها أو إلى أجزائها؟ لكن الحديث ها هنا كأنه صلى الله عليه وسلم حين قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ربما عن لي يعني وجه آخر، يعني هل المقصود بها صلاتك كلها بمعنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء أو الركعات أيضا؟ والله يحتمل، يحتمل بالإمكان أن يحمل في هذا. إذا قل ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، لا بمعنى كل ركعة لكن كل صلاة تصليها، فيبقى الحديث الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، هل المقصود بها الجملة من حيث الجملة؟ فحين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة فلو قرأ في بعضها خرج عن العهدة، فإن أيضا الحنفية في هذا الموضع يقولون لو قرأ بالفاتحة في ركعتين أجزأ وصحت صلاته، ولا يأثم إذا لم يقرأ في الأخريين. ولعلي قبل أن أختم يعني أنقل كلاما جيدا للسفاريني. السفاريني له شرح على عمدة الأحكام اسمه كشف اللثام، هو حنبلي متأخر لكن كلام طيب يعني عن هذا الحديث. قال: واعلم أن المصنفين قد أكثروا من الاستدلال بهذا الحديث نفيا وإثباتا، وحملوه فوق وسعه، وطريق الإنصاف لا يخفى، فالظاهر من حال المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه علم الرجل الأمور التي خفيت عليه، فما لم يذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إما أن يرد دليل خاص فيعمل به، أو
يسوغ الاستدلال به، وهذا صحيح. يعني بمعنى، هذا أيضا أشار إليه الشوكاني رحمه الله تعالى، قال ترى الأحكام تتجدد. يعني أول شيء نزل الصلاة، ثم نزل حكم. فلذلك من اعتمد مطلقا على هذا الحديث ولم يرى واجبا إلا ما جاء في هذا الحديث، ولم يلتفت إلى ما جاء من الأوامر بعد هذا الحديث، وعرف تاريخه، فإنه يكون قد أساء وحمل كما ذكر السفاريني رحمه الله تعالى هذا الحديث ما لم يحتمل. وبهذا نكون قد اختتمنا هذا الباب، وسنشرع إن شاء الله تعالى في القراءة القادمة من كتاب الصلاة في باب القراءة في الصلاة، حتى نلتقي وإياكم على خير وصحة وعافية في الأسبوع القادم. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.